لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المفاتيح المهمة التي ينبغي للعبد أن ينتبه لها في تعبده أنه لن يحصل شيئا من الخير، من خير الدنيا والآخرة، إلا بالله سبحانه وتعالى، بحسن التوكل عليه والافتقار والتذلل بين يديه. وهذا المعنى تبثه في نفوسنا وقلوبنا وتثبته فيها سورة الفاتحة، فمن آياتها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فكما أننا نفرد الله عز وجل وحده بالعبادة، فيجب علينا أيضا أن نفرده بالاستعانة، بل إن هذه العبادة لن يستطيع العبد تكميلها والإتيان بها على الوجه الذي ينبغي إلا إذا أكمل الاستعانة بالله تعالى وأحسن التوكل عليه جل وعلا. ذلك أن الخير كله في يد الله سبحانه وتعالى، كما كان يثني النبي صلى الله عليه وسلم على ربه قائلا: والخير كله في يديك، والموفق من أعانه الله تعالى. وهذه المعاني تستصحب دوما في كل وقت وحين، ولكن في مواسم الخير كالعشر الأواخر من رمضان ينبغي التأكيد عليها جدا والانتباه لها، فإن العبد يريد أن يحصل المغفرة وأن يحصل العتق من النار وأن يحصل ثواب وبركات وخيرات هذه الليالي المباركات الشريفات. فربما مع كثرة التعبد والاجتهاد فيه رأى البعض نفسه أو رأى شيئا من كمالاتها أو حظوظها، فربما خذل بسبب ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نريد أن نستشعر أننا لن نستطيع الفوز بهذه الليالي ولا تحصيل بركتها إلا بالله وحده، أن نستحضر أننا فقراء إلى الله عز وجل، محتاجون إلى معونته وتوفيقه، بل إنه بقدر التحقق بهذه المعاني تكون المعونة ويكون التوفيق، والعكس مع الالتفات إلى الأسباب والاعتماد عليها ورؤية النفس يكون الخذلان والحرمان. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ليس الفقر المذكور في الآية فقط فيما يتعلق بمعاني الربوبية، فقر فيما يتعلق بالخلق والإيجاد والإمداد والرزق وغير ذلك، بل كذلك فيما يتعلق بمعاني الإلهية، وهو الأخطر، أنك ما تستطيع أن تتحقق بعبودية الله تعالى إلا به، إلا بمعونته، إلا بتوفيقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يردد: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي، انتبه، طرفة عين. وكم هو الوقت والقدر الذي يستغرق مع طرفة العين حين يغمض الإنسان جفنه؟ كم هو الوقت؟ وكأن الإنسان إذا وكل إلى نفسه هذا الوقت اليسير ربما هلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث الآخر في المسند وفيه مقال وبعضهم يحسنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وفي رواية وفي لفظ: إلى ضيعة وعورة
وذنب وخطيئة. تخيل هذه الكلمات حين تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنك إن تكلني إلى نفسي، حين يترك الإنسان ونفسه، حين يخلى بينه وبين نفسه، حين يترك من معونة الله سبحانه وتعالى ويحرم من هذا الحظ النفيس، تكلني إلى ضعف وعورة، وكل منا يعرف ضعفه. والله ما تستطيع أن تقوم هذه الساعات على الأقدام إلا إذا أعانك الله سبحانه، بل تجد بعض المرضى، وهذا مشاهد، تجدهم حتى أرسل لي بعضهم رسالة سمعتها أظن في صباح اليوم، لامرأة كبيرة طاعنة في السن وأصيبت ببعض الأمراض، ويعني عرض عليها الأطباء الفطر، وهي وإن كانت لها رخصة لكن عز عليها أن تفطر في رمضان ما فعلتها طيلة عمرها. وهذا موجود، هذه العاطفة وهذا الشعور الإيماني موجود لدى البعض، إلا إذا كان صومه يؤدي إلى ضرر فحين ذاك لابد أن يفطر. وبالفعل المرأة ظلت تدعو وتتضرع أن يعينها الله عز وجل على الصيام، وبالفعل صامت وما أفطرت. إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة، كلنا يعرف عوراته أو عوراته وعيوبه، والله عز وجل يسترنا ويستر هذه العورات عن الناس سبحانه وتعالى. وذنب وخطيئة، وكيف يكون حال الإنسان لو وكل إلى نفسه صاحبة الذنب والتقصير والخطيئة والعياذ بالله تعالى؟ خذوا أحبتي هذا المثل في تطبيق معنى الافتقار من مطرف ابن عبد الله الشخير رحمه الله. يقول رحمه الله: لو أخرج قلبي فجعل في هذه، في يدي هذه، في اليسار. لو أخرج قلبي فجعل في يدي هذه في اليسار، وجيء بالخير فجعل في هذه اليمنى. لو أن هذا فعل بك بالفعل ماذا ستفعل؟ القلب الآن في اليد الإيه؟ اليسرى، وكل الخير من الإيمان والتوكل والاستعانة كل الخير الدنيوي والأخروي الآن أين؟ في اليمنى. ماذا ستفعل؟ صح؟ كل حين فعلا تطرح هذا السؤال الكل يقول ذلك، أخذ هذا الخير بسرعة أضعه في القلب. ماذا قال مطرف ابن عبد الله؟ يقول: ثم قربت من الأخرى، لو أخرج قلبي فجعل في هذه، في يدي هذه اليسار، وجيء بالخير فجعل في هذه اليمنى، ثم قربت من الأخرى. انظر ماذا قال: قال: ما استطعت أن أولج في قلبي شيئا من الخير حتى يكون الله عز وجل يضعه. ما استطعت أن أولج في قلبي، أدخل في قلبي شيئا من الخير حتى يكون الله عز وجل يضعه. كيف كان قدر الافتقار والتذلل في قلب هذا الرجل رحمه الله حتى يؤكد هذه المعاني؟ وصدق ابن الجوزي حين قال: تضعف ما استطعت، أو تضاعف، فإن اللطف مع الضعف أقرب. رأيت بعض الناس في ساحة الحرم وهو يريد كسائر المجاورين أن يصل إلى الحجر الأسود وأن يقبله وأن يستلمه، لكن المشكلة أن الرجل معاق برجل واحدة. فانظر لتوفيق الله عز وجل لهذا الرجل هذا الظن إن شاء الله. أتى الرجل في وقت جلوس الناس وانتظار الصلاة، واقترب فرآه يعني الشرطة الذين يقفون حول الكعبة يمشي على قدم واحدة، فأشاروا إليه تعالى. سبحان الله، وبالفعل تقدم الرجل وقبل الحجر الأسود بمفرده. كيف لو أنه دخل وغامر ودخل وسط الناس؟ إننا ندخل ونحن يعني بكامل صحتنا، وربما الإنسان يجرح أو يكسر. فتخيل يعني تذكرت هذا المعنى، هذا الرجل حين أظهر هذا الضعف لهؤلاء كان هذا اللطف منهم به، فكيف إذا كان تضعف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ تعالوا إخواني نعترف، والله ما نستطيع قيام هذه الليالي ولا صبر لنا عليها إلا بالله.
ما نستطيع تجويد الصيام وصيانته وحفظه إلا بالله، ما نستطيع فهم القرآن وتدبره إلا بالله، ما تنزل ولا تسقط دمعة من عينك خالصة إلا بالله، لا طاقة لنا بنفوسنا الأمارة إلا إذا أعاننا الله عليها، لا نتمكن من صدقة نخرجها أو طاعة نفعلها إلا بالله. إن لم تكن هذه المعاني مستقرة في نفسك فلا تتعنى، كن فقيرا إلى ربك متوكلا عليه. ما أجمل قول القائل: أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي، بضاعتي المزجاة محتاجة إلى وفاء من كريم وفي، فأوف كيلي وتصدق علي حال الفقير البائس المضعف، لقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ضعفه وارأفي. كان عمر بن ذر رحمه الله يناجي ربه ذاهلا عن عمله وحسناته فيقول: اللهم إنا قد أطعناك في أحب الأشياء إليك. ما هو؟ الإيمان بالله وتوحيده والإقرار به، ولم نعصك في أبغض الأشياء إليك الكفر والجحود، اللهم فاغفر لنا ما بينهما. وكأنه ذهل عن كل ما قدم من أعمال وصالحات، وإنما يتوسل إلى ربه بتوحيده وإقراره به: يا رب إنك قلت وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، هؤلاء أهل الإشراك، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ونحن نقسم بالله جهد أيماننا لا يبعثن من يموت، أفتراك تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة؟ أفتراك يعني يا رب تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة؟ إخواني، نكثر من كلمات الاستغاثة والاعتراف بالضعف، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. تلك الكلمة التي تغير بها الأحوال وتكابد الأهوال وتيسر الأمور، حين يستشعر الإنسان أنه لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى، لعل العبد يفتح له من الخير ويفتح له من القرب والأنس بالله عز وجل ما لم يخطر له على بال، بخلاف من رأى نفسه وعمله واعتمد على حوله وطوله وقوته وما قدم، وأنه صاحب كذا وكذا من الإيمان والصالحات، فربما كان الخذلان حليفة بسبب ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا زالت الفرصة في رمضان في الليالي المتبقية، فكلما كان العبد أكثر افتقارا وتذللا ولجوءا إلى الله كانت المعونة أعظم وكان القرب أتم وأعلى من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التذلل له وحسن الافتقار بين يديه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.